تقول إذا اغتبت شخصا في مجلس وأردت أن أتحلل منه دون يعني إخباره بهذا بما حصل من غيبة ونحوها، فكيف أتحلل منه خلاف الدعاء كما ذكرت؟ نعم، الحقيقة بعض الناس دائما يقول في الغيبة تحلل منه بإخباره، وهذا غير صحيح. نعم، بإخباره إذا بلغه ذلك، بلغه الأمر، فهنا لا يكون إلا بالاعتذار وبإخباره وبطلب الصفح والعفو منه. أما إذا كان غيبة وغلب على ظن الإنسان أنها لا تصل إليه بإذن الله عز وجل، فلا يجب على الإنسان يسعى بقدمه حتى يذهب ويخبر الناس ماذا قال فيه. هذا غير صحيح. ولكن كما ذكرنا، يقول العلماء رحمة الله تعالى عليهم أن العوض عن ذلك هو أن يعمد إلى هذا المجلس الذي ذكر فيه، سواء كان المجلس مجتمعا أو بأفراده متفرقين، أن يبدأ بالثناء عليه. أول إن كان بهتانا، هذا الكلام غير صحيح، أن ينفيه عنه. نعم. فيقول ما ذكرت عنه غير صحيح بتاتا. فإن كان صحيحا ولا زيادة فيه، فإنه يقوم بالثناء عليه حتى تتوازن الصورة عند الناس تجاه هذا الرجل. هذا رجل كريم، هذا رجل سخي، هذا الرجل متسامح متعاون. ولا بأس أيضا لو قال بأنني أخطأت حين تكلمت في حقه، وهذا لا يجوز لي أن أفعله. هذا حسن أمام من تكلم عندهم. يقول العلماء أيضا، وليس واجبا لكنه مما يعزز التوبة في كل شيء، سواء الغيبة أو غير الغيبة، وهي الذكر والدعاء والاستغفار والصدقة، وكل هذا كان من هدي السلف. كان بعضهم يعتق الرقاب العظيمة في مثل هذه الذنوب، وبعضهم كان يتصدق بالصدقات الكبيرة إذا فعل شيء من هذه الذنوب، كله يريد عفو الله عز وجل ومغفرته. نعم.